شيخ نجم نشوفها ساعة ساعة معليش. لا تشوفها نور ما صاحبي. الحمد لله صاحبي. ضلنا احنا مشي نقول لك انا وانا ضلنا خيمة كبيرة صاحبي. الله يبارك صاحبي الله يزيدك. انا تشرب بينا من غريان. انا كان باقي سوهم في السبيطار صاحبي. وديهم مكروهم ربينا احنا صاحبي. ولا قلت لك انا والله ما عنديش عندي. الله يحفظك بارك الله. والله ما والله العظيم بكل احوال صورة. الله يحفظك بارك الله. انا بالنسبة لي تديها للسبيطار احسن. مشاهدينا الكرام صحافتكم الصحة شبتكم مرحبا بكم اليوم في الحلقة تاع اليوم. الحلقة تاع اليوم راح تكون نار وشابة بزاف على بالي بلي غادي تعجبكم كلكم. كما تعودتوا على هذا البنت تاعي راح نخرج للشارع ونحوس المدة وعلى بالي بلي غادي نتلقى أسئلة على الأولياء تاعي وعلى الزوجة اللي توفات الله يرحمها مع الوالد والأم تاعي بالغاز. اليوم راح نشوفوا رد الفعل تاع الشعب الجزائري اللي يدي بنتي يتكلف بها ولا لا لا. نقول لكم تابعوا معنا الحلقة. ماين شوف بيها لا حبيبي خاصك جبيبي تربي يسقى لي صاحبي اخويا تربي يسقى لي والله اخو يبين بدك اش واحد ما يربيه لي يسقى لي يمكن توحش هذيك هذه الطياسه صلاح نرجع بيناتنا انت هذا شفته بالحلال ولا لا عندي لي بي فامير عند لا بوليس انا الدار قامتو بالغاز وين بلاصه بالحلال وين اسمها بالحلال وكاع بالحلال وكاع هذه غريانه ولا غريانه بنت انت دروك فيك عايش عمي راه يخرج فيا عمي ايميغري كان عاطيني الدار اي كي صار ديك لافا تاع الغاز وكاع جاو مرتاي وقالوا لي دبع على روحي وانت وراك حاجه درو خطره عند صاحبي خطره هي أيوه خفت نغبنها بغيت نبدها كش واحد كي توحش هاني نجي نشوفها ساعه على ساعه خطره تاكل خطره ما تاكل حاجه ما خصكش بيبي يسقى عليك ربيها عندي يا خويا ثلاثه هذه بنتي باللي فيت فامي وكاع ما عندي ثلاثه ثلاثه عندي ما عندكش ولادك ولا ولادك ولا جيرانك هكا الناس خير شوف والله نعرف لي قابلني والله غير نديها حيتاش هذه مسؤوليه مسؤوليه صعيبه فهمتني ولا ما فهمتني شوف هذه مسؤوليه لو كان نقولوا واحد اللي تعرف له باللي غدوه من غدوه هذه مسؤوليه غدوه نديهم بعد يقيسها ولا ما يربيهاش من بعد يقول فيها حل وقت ساعه هو انا نعطيها لك هوني عند ربيها دوك نحاسب ليش انا وكان لي انا نتحمل المسؤوليه تاعها. انا ما عنديش ثلاثة. يشوف فيها ليا بن عمي. مو شبا. خليه. اسمع لي صاحبي والله العظيم وليت نديها كل يوم للدار كل يوم للدار يا صاحبي وليت نحشم خلاص انا بروحك شوكيتني حطيتني والله امين صاحبي الدنيا صاحبي انا ثاني بقى الدنيا انا مش جوان ما تشم معايا سو صاحبي صاروا والموت الدنيا ما كان والو صاحبي شو هاد الصوره تما في راسك او شو هاد الصوره واش دبر خدمات خدم حتى الجبد الكوري انا اسمعني خطا على خدم خطا ما كاينش اللي بغا يمشي بكاش اللي بغا يشد دارو عند خليها عند واحد يخلصها ولدي انا السلام عليكم والله حطها على بالك انا ديني ميرو التليفون بلد غادي تحطها عند واحد ماشي مليح فاهمني صاحبي ولا ما تفهمني الله غالب صاحبي بلد تحطها عند داري بدون يبيعوها لك بلد تحطها عند داري بدون يخسروها لك انا ما عرفتش فاهمني صاحبي حتى غريانة انا في وجه الله انا في وجه الله نديها وكاع قول لك تهني زعما تمشي مع ضوء والله لا ما لا انت كيف انا وحدي في الدار وعمي راه يخرج فيها من الدار و... ايوا العائله توفت بالغاز يعني وحدي
خاطر انا خدمت طالما نخدم فيها قلتها لا انا ما تديها في السبيطار. خفت لما نجي تشوفها بعد. لا في العندي شوف تديها في السبيطار احسن. السبيطار الكبير تديها في السبيطار احسن. انا عندي قاصو ولا حول. والله تديها كي تديها في السبيطار احسن. والله العظيم نصيحة انك تسد لها انا تديها في السبيطار احسن. انت تجيب تديها؟ انا عندي ثلاثة. الله يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ربي يوفقني فيهم. وهذه مسؤولية. شي قضية هذه مسؤولية. لو كان ماشي مسؤولية بالك مسؤولية. وانا عندي ثلاثة. لو كان كنتها عندي ثلاثة. راك معايا ولا ماكش معايا؟ نقولوا على ثلاثة عندي. كون عندي ثلاثة نقول لك. ثلاثة وهذه مسؤولية. مسؤولية هذوك. هذو تحس بهم في القيامة عند سيدي ربي. واش هذا؟ بصح ما قديش خطرة نخدم خطرة ما نخدمش. عارف الطبيب المرض تاعهم ما يقدر نعطيها كاش واحد محسن تاخير كي توحشها ولي نشوفها صغير كي توحشها ولي نروح نشوفها انا معاك ماشي ملي تقول هاني معاك ومسؤوليه والله لا مسؤوليه بلاد ما لما ذهبيه والله يوم كل فرح وصوره دوك ما بلاد ما عندها غير وحده ولا يديها من ثلاثه الله يبارك فيك وثلاثه وما كاينش اللي تما اللي دخلت الثانيه انت واحد كاع صغار انا في 6 شهور صاحبي كيما 6 شهور عندها من عام شهر 9 شهور عندك من عام شهر عندها 29 عام الفوره مغبوره يبات على صحابها وكذا ها ما نمد هذا اللي صلاح ديني راهي يخلوها كبير فيها صافي بوي يضل ما يتكلفوك عند شي بنيه تاعك يا هودو عند تاع شديرو هودو للساتيا هودو او بينو روح الطروازيام انا عارف اللي في الطروازيام لا تصح للساتيام هنا تبعت لنا صافي لا اللي في تعرف الطروازيام محطوط الو معليش هو المهم يقول افيزو عند لابوليس قول لهم بلي انا غادي نمد بها هي من جهه نتايا مريح قاعد مهني ماذا بيا صح وهو باش يقعد مهني خاطر هو تاني ما على بالاش هاد البنت كيفاش جات لا اللي بنت فاهمين يتزوج عادي مليحه لك ليك ومليحه له ليه راك فاهمني غادي تديها واش بالي تاعك شو نعرف شي ربك في الجامعه حمار ديك زيد الشاشه ثاني قراو وين وهذه ثاني المصروف تاعها فهمتني ولا مهم صعيبه صعيبه وخدام جورني واه ما ماشي نقول نموت ديما ما تبع ليك ولا هي المعلمه ما نقول الدنيا تاع النهار عندي تاع الجامعه تعطيها كل يوم 50 خلينا من الخبز وخلينا من هذه نقول لك نشكر ربي على كل حال وانا قلت لك والله ما عنديش نديها الله يحفظك بارك والله ما والله العظيم بكل فرح وسرور الله يحفظك بارك الله انا بالنسبه لي تديها للسبيطار احسن هذه تعطيها الواحد مو غادي تعرف تشوفها يقول لك من بعد هي رحالي وين تعرف ماشي كارونتي ان شاء الله تمر يا سبيطار يا سبيطار احسن ومسك الكوبر يا سبيطار كي تروح تشوفها ومسك هذه غادي تديك وقتها وما احسن ويجيب لها ربي خدمة السبيطار كي يمدوها دوك تمدها لها دار في السبيطار كي يمدوها يمدوها للدار اللي عندهم فهمت ولا ما فهمت؟ اللي بخير عليهم اللي بخير عليهم عندهم عندهم الوسع يتبناو اللي عندهم الوسع عندهم هادو ما عندهم الدراري تما خدام كي يجيو هما بروحهم يشوفوا السكنة يشوفوا كل شيء هذا علاش السبيطار يروحوا؟ علاش الاخر قريب 20 يوم وما يروحوا يولوا عليهم علاش؟ فهمت ولا؟ لا بنتي لا خلي بنتي خلي يا الله ميسا شيخ نجم نشوفها ساعة ساعة معليش لا تشوفها نورمال صاحبي الله يحفظك صاحبي ضلنا احنا نمشي نقول لك انا وانا ضلنا خيمة كبيرة صاحبي الله يبارك صاحبي الله يزيدك الله تشرب ربينا من الغريان انا كان باقي صوم في السبيطار صاحبي والديهم مكروهم ربيناهم حنا صاحبي ربات مش بني انا شبني تخدم بوبينير تخدم بوبينير قال لي ما عندهمش والديهم وكاع انا كاين واحدين يقولوا لي احنا غريتشا وكاع وماها شكون فلانه بعد قلت مخلوعه انا على بالك شو طلعت انا بلا شكون انت تقول لي انا ما بعد ما تفهمني بعد ما تفهمني انا ربيتهم اللي كانوا صغار فهمني صاحبي ومليحه هذه ما تعرف قال القانون صاحبي ماذا بيا صاحبي مليحه هذه مليحه الكليك ومليحه الخويا فهمني قال صاحبي
بالقانون مليحة هكا ودير هاد الساعات. لا ايسيش ايسيش شوف ها تشوفك كيما كان الحال. لا خوف صاحبي امشي كي تديها بلاصه باش تدعي معينه وحدها الجمعيه غير تاع الجمعيه عندهم 1000 درهم بريال صاحبي. انا مالك درت لقطه ما صراتش والله الا درت لقطه اللي ما صراتش كاع انا بروحي على بالك راني ما بروحي مانيش مستوعب كذب عليا خويا والله تجي بني على الله صاحبي كامل ان شاء الله على الله دي ملائكه السبيطار احسن وي ان شاء الله الله يحفظك تبارك الله بنزي ويعطيك الصحه ويعطيك المهم بالمطروح نقول لك بارك الله فيك الله يحفظك بنزي هذه جوست اكسبيريونس غادي تفوت في رمضان ان شاء الله واللي كاميرا كاع راهم يضربوا فيك هاي الكاميرا هي الكاميرا هي بارك الله فيك بارك الله قلنا شي حاجه اللي اثرت فيك وما خلاتكش خلاتك تشاع خويا واه فين صافي انا انا انسان يكون واقعي هذه المسؤولية مش انا مسؤولية صعيبة هني نقول لك يا ولدي بالقول الثاني نقول لك انا عندي ثلاثة والله العادي بيت كنا عندي والله كنت نقول لك يا بنتي هضروا الله يحفظك بارك الله فيك وبارك الله فيك قول لهم حاجة في رمضان بارك الله فيك السلام عليكم الله يحفظك اخينا بارك الله فيك الله يحفظك تحية الله يعطيك نتمنى ان شاء الله يعطيك الخير ويكبروا في عزك ان شاء الله تحية الله يحفظك اروح اروح قال لي تشا ساي ساي يلا اروح ساي ساي سيبو 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 وين اروح تروح معايا روح من واه وين بصاحبي صاحبي بنتك هذه اش دايره معنا دوك دوك نديها شي بصح كنت وحش صاحبي اسمعني غادي نهودها بالدار غادي نوريها غادي تشوفها المراه تقارديها المراه انا مرتي مرتي غادي نقولها هاك قد تقابلها نهود انا وياك نديروا ديكلاراسيون في الساتير صحيح صاحبي على صاحبي الدنيا ما دير معاك والو صاحبي الدنيا الدنيا كاع كاع صاحبي صاحبي بارك الله فيك والله لا قال لي صاحبي الخير هو اللي لقى لي والله لا صاحبي بليزير والله الله يحفظك بارك الله فيك قول لهم صاحبي حاجه قول لهم حاجه اللي توشيتكم اربعه قلنا قبل الكاميرا لا بيناتنا بيناتنا بيني بين ربي صاحبي لا ما فهمتنيش الحاجه اللي اثرت فيك بزاف اللي توشيتك اش قلت لك قلت لي جا سلام صاحبي ضل العرقد تقول ما عليك 9 شهور من نجم صاحبي ليش انا شكون احنا كبار رجال نورمال باتوا برا انا بريحياتي بتبرى نورمال ليش انا